يحصل فضيلة الشيخ أحيانا الآن في أن يأتي أن يشرع الإمام في صلاة التراويح ثم تأتي جماعة ويصلون صلاة العشاء لوحدهم في هذا المسجد، هل هذا عمل مشروع وما المشروع في حقهم؟ المشروع في حقهم حق من يأتي متأخرا بعدما يصلي الناس صلاة العشاء وهم يصلون صلاة التراويح أن يدخل معهم في صلاة التراويح بنية العشاء، فإذا سلم الإمام قام وقضى ما فاته، هذا هو السنة في هذا، ويكون هذا من باب ائتمام المفترض بالمتنفل، وهذا لا بأس به، قد وردت به السنة كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه، وهي في حقه فريضة، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، فهذه الصورة لائتمام المفترض بالمتنفل، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وعلى ذلك أقول من يأتي للمسجد متأخرا في صلاة العشاء والناس قد صلوا صلاة العشاء وبدأوا في صلاة التراويح، أقول أدخل معهم في صلاة التراويح، فإذا سلم الإمام قم واقضي ما تبقى من الركعات، وهذا خير من إقامة جماعة جديدة، لأن إقامة جماعتين في المسجد في وقت واحد هذا خلاف السنة، يعني الجماعة الأولى الآن تصلي صلاة التراويح والجماعة الجديدة تصلي صلاة العشاء، هذا خلاف السنة، لا يشرع إقامة جماعتين في مكان واحد في وقت واحد، هذا يخالف مقصود الشارع من صلاة الجماعة. إذن المشروع هو أن من يأتي متأخرا يدخل مع المصلين صلاة التراويح، فإذا سلم الإمام قام وقضى ما فاته.